السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه فيزيلين، ده كويس جدا لو انت عايز تدير مشروعك من خلال تكنولوجيا اللين، إدارة المشروعات من خلال اللين، وزائد ان هو في فكرة البيم فهو مخصص للكونستراكشن. طيب لو انا جيت هنا بلاقي ان المشاريع بتاعتها هي دي الاكتيف بروجكت ودي الاركايف بروجكت. الاكتيف بروجكت ممكن يكون عندك اكتر من مشروع فتقدر تختار منهم، وهنا هو بيبدأ يقول لك ان في مثلا تاسكات اتعملت كومبليت، في تاسكات فيها مشاكل، في ستوب وهكذا. لو جيت هنا ممكن تقول له فيو او اركايف او ديليت. طيب خلينا نفتح المشروع، بيديك هو الاول داشبورد بحيث تبقى شايف ايه الحاجات اللي فيها تاخيرات او الحاجات اللي توقفت او الحاجات اللي خلصت، ولو في اي مشاكل يبدأ يظهرها لك هنا. وبعد كده في جانت فيو بالشكل دوت. بتلاقي ان تقدر تضيف تاسك هنا، فبيقول لك نوع التاسك اللي انت عايزها ايه، ديزاين ولا كونستراكشن ولا مانجستون تاسك ولا امبورت بلان. تقدر تعمل استيراد للحاجات ديت، فاقول له ديزاين واقول له مثلا هنا ارك، وهنا خليها التاسك بتاعها مثلا ميديم، المين الاونر بتاعتها والستارت ديت. والاند ديت وميك ريدي ديت، تقدر تحدد تاريخ للميك ريدي بالشكل دوت. تقدر تيجي من هنا فانت كده تعمل تاسك جديدة او تعمل تاسك فرعي هنا. فمثلا هقول له انا عايز مثلا كونستراكشن تاسك اهوت، وخليها خلي ده مثلا من استيار ستراكشر الاونر ستارت ديت. وسهل جدا ان انت تيجي هنا وتغير التاريخ البداية بتاعتك مثلا هنا وتلاقي هنا امكانيه ان انت تعمل سبليت تاسك، تقسم التاسك دوت. فبيقول لك انت عايز تقسمه مثلا لثلاثه واسمي كل واحده فيهم ايه واللوكيشن بتاعتها ايه سبليت، فيبدا يقسمهم لي بالشكل دوت. لو دوست على العملي هيبدا يعملهم لك، وتقدر تحدد لكل واحده فيهم تاريخ معين، ده مثلا من هنا لهنا وده من هنا لهنا وهكذا. نفس فكره اللي ان انت بتقسم العمليات بتاعتك، وتقدر تغير الخصائص اللي انت عايزها من هنا. ممكن تعمل ريليشن شيب بين تاسك والتانية وهكذا بالشكل دوت. تقدر تدخل المعلومات اللي انت عايزها، ترفع ملفات متعلقة بيها. وممكن مثلا نيجي هنا في الاستراكشر ونقول له انا عايز اضيف الاستراكشر تاسك ونسميها مثلا ستيل، البريورت بتاعتك الستارت ديت. هتلاقي انت محكوم بالفترة الزمنية اللي موجود فيها المشروع. سيف. اذا حصل مشكلة هنا اللي هو ايه، ان انا اديت فترة مختلفة تماما، فهو لازم الفرعي يكون جزء من اللي فوق. هتلاقي ان انت لازم تعدل مثلا الستيل ده هنا، هتلاقي ان هو مرتبط بيتعدل معاه زي دي. اصبح الستيل ده جزء من الاستراكشر بالشكل دوت، وتقدر تحدد الدنت والاوت والبيس لاين والاكشوال والكريتيكال باس بسهولة. بيستخدم هو موضوع الالوان عشان يسهل لك الشغل، وتقدر كل واحدة فيهم تعرف انا واحده فيهم اللي ستارتد وانا واحده فيهم اللي فيها مشاكل من خلال الالوان. فدي من ضمن المزايا الجميله. وهنا برضو دي التاسكات، ولو في اي تاسك مش معمول لها اساين انا اساين، تقدر تلاقيها هنا فتقدر تسحبها وتقدر تحطها وتحدد مين اللي هيقوم بالوظيفه ديت. هنا ده ويكلي وهنا لوك اهيد او فيسز بالشكل دوت. تقدر مثلا لو انت عايز تحط حاجة
دي البلاتة بتاعت ال 3D موديل، تقدر تشوف الموديل بتاعك وتقدر تشوف الخصائص بتاعته وكل حاجة. هو مرتبط بأوتوديسك 360، تقدر تدخل تاخد الحاجة اللي انت عايزها. دي النوتيفيكيشن، اي حاجة بتحصل جديدة فهو بيبدأ يقولك ايه الحاجات اللي اتعملت في المشروع في الفترة الأخيرة. تيبل فيو تقدر تشوفه بالشكل دوت، وتقدر تعمل فلتر للشغل، تقدر بعد كده تعمل اكسبورت السي اس في او تعمل داونلود اول تاسك، او بتعمل داونلود للتاسكات مع الهيستوري. فهو الموقع ظريف لموضوع اللين مانجمنت.